بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خشك برايت رزدار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا هي خدي أم جاشتن أي ببشكش كرنا خلاكك دي إجبرنا مما تفسير سورة الحجرات. أمي فيش رب العالمين كين جباني ويبلنت أو باري مبدتن في قرآني أم بجن سر في قرآني وأم بمرين ما إيمان في قرآني هاي حشرة ملقى الأهل قرآني بيتكرني رب العالمين ما بارزتن إجبالو مصيبة الدنيا ماو ملاتي ماو بصرمانة همية جارة دي تري أم جهشت بين سر في آياتي آيات الشاشي سورة الحجرات رب العالمين وكي آيات إيكي دس بكري يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله أبا غازيك برب العالمين دائما الفيرج رب العالمين ديسا غازيك بما بيجتن يا قلي خدان إيمانا يا أيها الذين آمنوا يا قلي أبتو إيمان بخده هاي غازيك خاصة بخدان إيمانا وهشياري هن هشياري خابن هن هشيار بن كتشتك رب العالمين دي بوا بيجتن أو تشتقلك مهمة جيانا ودا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا قالي خضن إيمانا أجر مروفك فاسق بو آخفتنا يقوت يشري دركتي بو آخفتنا يقوت فتبينوا وآخفتنا تحقيق نقوه قبل آخفتنا وي بلكي دراوبتن بلكي ببختيك أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين أجر هن فيناكن هند كل وقت هندش جهل نزانين ده شو لكي كن وده دماغي كي پشماني في شولي بي خوزي موانا كربا من زاني مجبير كر ببهنا خفره كربا من قوه خانة داباي من وفي جامروف ده غلق تشتا بيجتن طبعا غلق تشتا شوانا قونا هيد غلق مازن تيدا هين غلق شوانا شولي خوده كت خراب بينا كا غلق يا مازنه يعني رب العالميني ادفيتن بملفيري ديار بكتن قالي خدان إيمانا وهشياري في موضوع ابن هشياري في بابا تيبن أذي بوا أخفتن تين وبوا أخفتنا نقلتكن معنت كلمة يعني يا أيها الذين آمنوا يا قالي خدان إيمانا إن جاءكم فاسق فاسقة عربية دا يعني كلمة فسقة فسقت التمرة يعني بش فسقة بش وقت مروف تيفلي يقسبي السرات كتن تیفلی وی سرعت کتن، هنگ دی چلی اتن افکاسپا دیوجا توز و پیشی و میش و تشت دادنی دی پیسکن حشرات دی پیسکن، آو تیفل وی پارزتن داشتش نشتن تیدا. اذا رب العالمین جی اف کلمه بوم اینا ات موضوع ایمان دا. اگر انسانش بده به فلان کسی فاسقه، فاسقه یعنی شرکا خود درکتی، یعنی لباس ایمانش خواکری. معناه إذا معرضة شلي بتن هر تشتكي بكتن تشتكي بشرمية بت ببختية بتن قناه بتن دراو بت ببختية بت هر تشتكي هاي معرضة إذا بكتن بجد بشت أو كسي هو صابتن إذا صفاتي بتن هشياري في كسي بن وكي بوا أخفتنا كت بيجتن حتى ما تحتاج بكت أفيها هشيار باحتمال أفمرو با يعني نيتا ويا خلتا هكي باج بضا باش يقرتن إن جاءكم فاسق بنبأ النبأ يعني أخبارك خبرك بوابينة دنقباسك بوابينة بوابجة فتبينوا فعل أمرية يعني لازم هنفي تحقيق كان كأفتش درست أنا كأفتش درست أنا أجر هنفينا كان أن تصيب قوما بجهالة باشهين دي مشكلك بو ملتك تشيكن بو جماعتك تشيكن بو بنا مالك بو كسك بو شريكك بو جماعتك تشيكن و جهل نزانين يي حق تب اخفتنا في فاسقي امر فكرنا حق تدي بتشري الجل في اخوي شو دي بو دي تشليك بشتيتا او اخفتن جيبا وركلي على ما فعلتم نادمين هندي بشيمان بشتيهن بش خازم وانا كربا إذا فينا رب العالمين ذيتن مالا بصرمانا بصرمان بخبخة يعني الجليق بن حش إيكودو بكن علاقات وانا نسر علاقات هندي بن شكاش إيكودو بن علاقات وانا مزبيت بن اتقايم بن وأفا أف علاقات بيوانديا مزبيت ويا قايم دي قوات دتوانا
و دی اول روز بر روز پیش کهون و دی دیر کهونش تفریقی اگر مروی پشکا و همیتش باور کر و پشتینگه شکش ایکو دو برن و ایکو دو بریندار کر و کی آخفتنکا شعری بجن جراحات اللسانی لها جراحات السنانی لها التئامن ولا یلتامو ما جرح اللسانو آخفتنت برینت شیرا و تیرا دی ساخبن بس برینت ازمانی چجارا ساخنابن رب العالمين شد بيشتن بيشتن وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين قالي خدان إيمانا يا قالي بصرمانا قوي خبدن خدي وبيغمبريوي ولا تنازعوا نزاع يعني نها فيجن إيكودو وكد بيجن جرو ومناقشة ودانو ستاندنكا يا شتايب شكو وبابيجن إيكودو بهكا وباكر فتفشلوا هندي فاشل بن هندي خسارات بن وقوات واجدي چتن لازم هين صبري سيرفي چن ديبكيشن ابا خدي وبيغمبر بواد بيجتن رب العالمين جهه كي ديتري چت بيج بيش هكر هين صبري نكيشن ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون مش اوت ديني خت تفريقت اخن في ديني و ابا كوم كوم من جماعات جماعات تنشواناني بحسي بيغمبر يا صلاة خذ السلام لست منهم في شيء تشتكي جفانا أو الدفونا الدفتانينا تنية تي يعني كومبيني وتي باشية إنما أمرهم إلى الله أمروان دبو خديبت خدي دي حساب الجلوان كتن ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون ورب العالمين دي باشي بيجتن كوان شكرا إذن أو تشتي يعني تفريقت إخطنا بين مروفي ونابين بيوان ديت مروفي خلكي شتشتا نميمتا غيبته اجديتن اخفتنا كي بوتا نقل كت دا دلي توي بيك رجب بتن دا كربيتا شوي فبن طبعا اف ايتا سببها كي هي بيغمبري صلاة خذ السربن قومك بصرمان ببي يعني جماعتك عشيرتك قلتني بني المصطلق بيغمبر صلاة خذ السربن اك شونا بصرمان بي وتي يا رسول الله ازيتشم ابي وقومي خوش بيجم وبيغمبري قلتي ما زكاتا هي لازم هين زكاة ابدن ما دام هين بصرمانا زكاة مالي خبدن اوش قلتي بلا يا رسول الله و بيغمبري موعدة جيبو دينا قلتي ازدئيكي هنيرم بو زكاة توا اف مروفة جيتشو جالك مروفة تي بصرمان بينو زكاة اخا كوم كيرو كيف انجالا هاتب بفي اسلام افا افا جهشتين تيدا و الهيفيا بيغمبري صرافت خود السرم بيغمبري ايكي بهنيرتن بيغمبري مروفة كنار وليد بلو عقبة بن معيد هنارد قلتي هرا ناف بني مصطلقية الويري بما صدقة يعني زكاة ما بينا أو زكاة بما كم كري بما بينا أف مروفة باري هنجي خوين داري اليلوي هابي بلي الجاهلية دا أختي أف مروفة شوي وأف مروفة دي تيري برا خداني كو أفا إكهات يعني هر وكي أخبار بوشون إيك ديتن زكاة كم كتن زيهات زكاة و أبا قاصد بيغمبري خدي قال كيف بيهاتو بي يعني كوم بينو تشتيت خو كوم كيرونو أوي هزرك طرس شو أنا كير قلتي والله احتمال أفتها يعني مبكوجن مخين داريا الجلوان هاي بري هنجي و أبا خرابية كي بين السلامن إنا أفمرو فالرفي هدف بيغمبري صلاة خد السلامن تبوشي هاتي يا وليد قلتي يا رسول الله صهاتم يعني أفانا زكاة جندا و أفانا دفيا مبكوجن جي پیغمبر صلوات خود سر من گله عاجز بی اینا پیغمبر صلوات خود سر من گفت خالد بن الولید گفت هر رسح کیه خالد بن الولید چو برای خدای طبعا چکی دیر به منطقه وانا چو برای خدای سح کرنی هندک چون ناف دا بابا الله اوه نویجات کن اوه بانگات دن اوه بسرمان چو علامت تندینی نکو اوه یاش پیغمبری و صلوات خود سر بن دیو گفت ناوی مروی یت مرتد بین اینا خالد زفری گفت یا رسول الله قلتي او تشتوي قلتي وصانينا او بصرمان وقتي افانا زاني كو قاصد بيغمبري نهات شما سلا قو خدي ديارة كربت بيغمبري شما فابين اينا اف مروفي مظني وانا رابي هات شو دف بيغمبري صلاة خذ السربن قلتي يا رسول الله تشتكي قومتي شما خيرا وبوشي قاصد تنهات تنا قلت بيا زيكي هنرم زكاتي وشولة تنا توصانا وصا قلت مروفي تخجي قلتي بيغمبري صلاة خذ السربن مخالفة وعدينا كتن قلت بيا زيكي هنرم اینا پیغمبری گوتی می اکنار بس و زکات جنده و دویاب کجنجی گوتی والله یا رسول الله نه اف مروفه مدیتا و نه مهاجه هیا و امیل هیوی آخفتناتا اینا اف آیتا هات خاره یا ایوها الذین آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا
گلی خودان ایمانه اگر مروفه که فاسق هات تشتی بوا گود اوی تشتی تحقیق بکن نویجه دماهی که هین پشیمان ببن بشتی و تحقیق نکری و گوه خدایوی تشتی بیت سری و هین پشیمان ببن اف آیت وی در حقی ده هاتواره جلویری اگر ام بسرمان وی آیت تطبیق بکین هر آخفتنه که هات ام تحقیق بکین اره اف آخفتنه درسته اف راسته اوی مروفی یعنی اف آخفتنه گوتی حال ما نا اوه بت اوی ام تیدا وی گاوی امش همی تشتا باورد کن چنکه ام گو خانادن وی آیت قرآنه ام الدیف منهج پیغمبری ناچن صلافت خود سر بن لازم امرو بهنا خواه فره کد لازم امرو سحکتی در حقا وی حق مرو ویدا چگوتا چوانا قرآن وی آخفتنی بومد بیجتن وکی هد هده هاتی دف سلیمان پیغمبری صلافت خود سر بن و گوتی من قوم اگدیت هات چوبی یمنی بدیتن عبادتی روجت کرن و جنکه که حکم لیت کر اینا سلیمان پیغمبر چی گوتی رب العالمین و فیفت گرتن سورت قرآن سورت النمل آیتا بیست حفته بیشت قال سننظر سلیمان چی گوتی امی برای خادینه آخفتناتا اصدقتا ام کنت من الكاذبین که تو راز بیجی افتشتی تو بیجی آنجی تهیجتا که بخواه اینای تو دروات که امی همه نه آخفتن جیوار گرت قال سننظر ام دی حضرت خاطر داکن آخفتناتا اصدقتا ام کنت من الكاذبین که تو راز بیجی آنجی تو دروات که یعنی اگر وی گاوی او مروفی تیت آخفتنی بو مروفی بیجتن و مروفی شوان مروفی بتن ات زانت مروف رأسن گوی خانادتی تی بلکی گلک آخفتناجی بشت خود او دی تحقیق کتن دیل دیف چتن او گوی خانادت من او جی گلک خرابی ناگی بس اما وقتی ببینتن چه آخفتن اوش گلک یه تهین والله فلان کس گلک بسانه هی زی اتشیم سردابه بم آخفتن اکی اتشیم سردابه بم بوچی آخفتن اخوا تحقیق ناکتن اری افتش راست همه گاوا گوت خلاص اوه گونه ها که گلک یا مازنه و مخالفی منهج اسلامیه و که رب العالمین و مد قرآن ده هنارتی یا ایوها الذین آمنو ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینو مروفه که هی دی ببختیه که کتن باشه اوی دی ببختیه کتن مانه توشوی ببختی تره کرتره اوی کتوی آخفتنه قبیل که تو بسرمانه اوه نمنهج بسرمانیه بسرمان وینا کتن منهج بسرمانی اوه قرآنه تو دی آخفتناوی تحقیق که کار راست آنه. نصیحتا که دائما مروف بو خودی چود جارا آخفتنا ایکی یعنی هکه ایکی آخفتنا یکوت وی آخفتنا چلی بکه وی آخفتنا تحقیق بکه گلا جا شولی دنیای دا نیچه دکتور بیت عملی کن همه دی رابط خواه عملی کن پشتی هنگه چه دکتور اکی دی والایی تو نهو جبیه درمان اکی همه دیشت ایکی یعنی تشتی تحقیق بکه تشتی لی هر لی راست سحکیه بیشتر مرو وکی طبعا گله تشتی سر سر خلقی هاتی بیشتر مرو وکی معمله که بی بخو هند تشتش معمله که دیتری خواستن صد پاکیتت یت نیوش کی خواستن جه و اوی مرو ویج بو هنارتن و کی اوی مرو ویهات پاکیتت خواهج مارتن سحت کتی نوتو نهن و چاکیتا که عامله که جیلی پیره و سحكي توي تشاكي تيجي اللي بقى شمانا يا تيدا إيه خلاص نوتنا هن كيمن ميا قوتي صاب صداب هنيرا أو أفا نوتنا هن يا نوتنا هيجي نفسي ويا أف باكي دا أفا تشاكي تي أفي عاملي دا عاملك الشيت ما يا خلاص بس أفي مروفي طبعا باخفة وفضاحة طويبر وأفا دي بد مشكلة كاي مظن إن أفي مروفي صبر خاكي شاكوتي أزدي هزرت خاكم إن الرابط شو داف خدان معمالي قوتي براه تهند تشبه مهن أرتمين بلي کانه چندن گوتی باور که ما صد بوته هنارت بین بس هما الویری عامل کتاب خواه ایک اینا داره کری پاره خواه دای بجه حقی ما چند ده حقی ما نوتو نهن شنی کاوی گوتی الحمدلله که من خواجی نفازحاندی و افجامی رهج نفازحاندی اذن لازمه مروف تشتی تحقیق کتن ایک هدف امام عمر خود جرازمی یعنی آیات قرآن لازم امزانی که بسرمانا چوا تحقیق چوا اف آیات تطبیق کنه امام عمر وقتی هاتی بسرمان بی خواندن نویسین زانی اد بیشتن روایت اکی بیت ده سالا اکی بیت هست سالا امام عمر حتا سورت البقره خلاص کر وقتی خلاص کری حیشتر اک سرجه کر ایپا امام عمر زانی بخوینتن بلکی خطبه که دا بلکی تهیوه که دا دشت خوینتن بس چکر اوانه هو سا قرآن تعامل الجل قرآن تكر
داخينتن معنى ويشد بيجتن وتطبيقه وي وش نكاد بيت الصورة تم خلاص كر إجبار هندي بيت هالصالة أسمام سورة بقرة وحتى سورة بقرة خلاص كر. إذن فيري إمام عمر خد الجرازي بتن إيك الشوالية توي أبيت هنارتي هاد داف قوتي يا أمير المؤمنين هندك ش أبي أز حكميلتكم إيك مالية دي تري جيستان دي فيجا أس نزانم أس نشم تشركا جيبستينم إلا أس تشلو يمرويكم أس يمروي تعذيب بدم يعني إيشان دني ديان ديان كار نينم أس نشم فيجا تو دي إزني دي من أن إنا إمام عمر قوتي سبحان الله قلت أتستأذنني في تعذيب بشر؟ يعني إذا إذنش موارجري رخصة إش موارجري داتو إكي بشرك تعذاب بدي وما أستشتش تم دازد تشان كنجي بارز مش عذاب رب العالمين وأري الرازي بنا من دي تخلاص كتن إش غزاب رب العالمين قلت هرا بجي دليل تخابينا تيجي وارجتي بلي يتيا بلي كشهد تخابينا اگر شاهد نینان شاهدیت خواهی یعنی دلیل آب خوابین تن بشته بجه بومن دیار که بریاره بده یه تای آن نه اگر بریار جنه دا بجه سین بخوا اگر سین جنه سین خارجی خلاص او خود پیگ ودزان و بجه امام عمر چی گو گوتی از حست کم از بچم دف رب العالمینی از بچم دف رب العالمینی که هندک مروفت هاتین دف من خیانت یا کری چه ترش هندی از رابم خوینوان پر رژم و پاشی از پشی من ببین بلا خیانت کم ترش خوین کشت نوانا بلکه از ایکی کشم اب چه تشتی اب آخفت نکاش یا دروی اگر دروی کر او خود پیوت زاند گل جارا ظلامه که خوشکه کچاویه ده گازنده ظلام خواب و باب خاکت اما برای خاکتن و یه حسانه و یه حسانه و یه حسانه و تو همی تشتا چه قبیل نکه و تو و آیات بین برسینگی خواه قبلا یه دیجی با خواهد قبلا یه دیجی با خواهد یه دیجی صحبت آخواه بیجتن چه دبتن اوه که چه آن اوه خوش که اوه ظلم ظلام خواه کری بس یا اینا بیجتن بس که هاد دف دی دیار بید بوده آشکرا اوی هو گوت یه دی هو گوت دی بوده آشکرا بتن بمروی دی دیار بتن عالمه کی بيشتن من موضوعك درسك من السر قضاء دا قهندك أقول سيدا تأف درسك وش دا يعني تبقى أفا بو حاكم أنا ما أم حاكمين تأف درسك بو مداي قم قلت بلي أم همي حاكمين هريكش ما حاكمة مالا خدا حاكمة نف هوالد خواه نف عيال خواه أفانا همي أمي حكمة صادر كين أجر أم تشتش في نزانين دي چلي إيتن يعني أم دي مشكلة يلاكت يتمازن ديكين اجبر هندي بشتن اگر انسان وكيد بجن عدالته بكتو و بدرستاهي قضاء بكتو انو تشتا تحقيق بكتو خيراي مصطرش عبادتي حفت الصلاة ساعتك عدالتي عبادت مصطرش عبادتي حفت الصلاة اذن الفيري قال جارة انسان دي لازل تشتكي كد جريمك دي بارا خادية جنك ان كتشي بي ضحية ان فقيرك بیشتن آخفتن آخواه وکید بیشتن شکسپیری مسرحیه چیکر گوتی ایکی فساد کر بو مرو وکی و سر جنکایو گوتی جنکا تا یه خرابه چو جنکا خواه کشت بیشتی جنکا خواه کشتی در کد درو اش بی بختی کشتی بی این ربی او ربی خواجی کشت اذن آخفتن تحقیق ببتن دی مرویش گلا مشکلا خلاص کتن و منهج ما اسلامیه ورب العالمين ما قرآن به نارتي ومي فيش رب العالمين كن جباني وي بلند او في برسق مهمية بكتن دائمة الصلاة السلامات بين اتباراستي بين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.